وحول الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، إليك. نعم، يعني لازالت الأوضاع الميدانية في محافظة شمال قطاع غزة صعبة، وصعبة للغاية، حيث لليوم 21 على التوالي تتواصل هذه العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، والتي ادت إلى سقوط على الأقل يعني 770 ضحية وأكثر من 1000 جريح، عدد كبير من المفقودين، وعملية تدمير أيضا كبيرة للمنازل ومراكز الإيواء والمؤسسات الطبية والبنية التحتية. وفتنا أيضا منذ ساعات صباح اليوم بأن أكثر من 150 من المرضى والموظفين وأيضا بينهم طواقم طبية وتمريض هم محاصرون من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان اقتحم في ساعات صباح هذا اليوم كمال عدوان في مخيم جبالية إلى الشمال من القطاع، بعيد عمليات إطلاق نار صوب المستشفى وأيضا إطلاق قذائف مدفعية في محيطه، أدت أيضا إلى أضرار في داخل المستشفى وإصابات في صفوف الطواقم الطبية. الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم ساحة المستشفى وحاصره كان طالب كمن يتواجد بداخله من مواطنين من مرافقي الجرحى والمرضى وأيضا من طواقم طبية بالتوجه إلى ساحة المستشفى، حيث قام بفصل النساء عن الرجال وأيضا قام باعتقال عدد كبير من الشبان والتحقيق معهم، ولا زال مصيرهم حتى هذه اللحظة مجهول. أيضا كان بالأمس خضر كان هناك وفد للصحة العالمية في نفس هذه المستشفى التي قتل فيها الكثير من الأطفال والجرحى والمرضى بعد اقتحام القوات الإسرائيلية. فعلا يعني هذا المستشفى والذي يعني توفي في ساعات صباح هذا اليوم على الأقل 2 من المرضى ممن هم في داخل غرف يعني العناية المكثفة بعيدة قصف الجيش الإسرائيلي لمحطة الأكسجين المركزية في داخل المستشفى، والتي باتت الآن خارج عن الخدمة، وهناك أيضا خطورة يعني كبيرة جدا على حياة هؤلاء المرضى خاصة في قسم العناية المكثفة، وبينهم أطفال وأيضا جرحى ومرضى حالتهم وصفت بالحرجة. هناك مناشدات وصلتنا أيضا من قبل الطواقم الطبية وأيضا من قبل المواطنين بضرورة التدخل السريع من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك لإنقاذ هؤلاء المرضى الذين يعني تم فصل يعني أجهزة الأكسجين عنهم بسبب هذا القصف الإسرائيلي الذي استهدف بشكل مباشر هذه المحطة المركزية التي يعني كان موصول على الأجهزة التنفس أعداد كبيرة من المرضى ومن أيضا الجرحى ومن الأطفال المرضى داخل المستشفى. أيضا بموازاة ذلك هناك عملية نزوح للمواطنين من محافظة الشمال باتجاه مدينة غزة، ولكن أيضا هذا محفوف بالمخاطر حيث أن الآلة الحربية الإسرائيلية تستهدف النازحين، وهذا كله يأتي وسط إطلاق نار أيضا من قبل مسيرات إسرائيلية. أما في المنطقة الجنوبية ضحى هناك أيضا كانت عملية عسكرية منذ ساعات فجر هذا اليوم، عملية توغل للجيش الإسرائيلي خاصة في المناطق الشرقية من مدينة المنطقة الشرقية الجنوبية على وجه التحديد كمنطقة قيزان النجار، منطقة المنارة، والتي طالها أيضا العديد من الاستهدافات والتي أسفرت عن يعني سقوط ضحايا على الأقل 28 ضحية والعشرات من الجرحى. كل هذه التطورات سنبقى معك في تفاصيلها دائما خضر، تحديدا ما يحدث من انتهاكات مستمرة في الشمال، شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسل الحدث خضر الزعنون، شكرا جزيلا.